أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، مواصلون معكم في الحدث من أجل مناقشة وتحليل أهم التصريحات أو أول خرجة للوزير الأول نور الدين بدوي التي قام بها اليوم، والتي يبدو بأنها ستثير الكثير من الحبر وأنها صنعت جدلا كبيرا على مستوى منصات التواصل الاجتماعي. تعددت أسئلة الصحفيين والأجوبة كانت مكررة، يمكن القول بأنها كانت نفسها على مختلف الأسئلة التي توجه بها مختلف الصحفيين اليوم في هذه الندوة الصحفية. أسئلة جديدة تطرح عن النموذج التكنوقراطي، بما أن الوزير الأول الجديد نور الدين بدوي هو نموذج تكنوقراط، الجميع يتحدث عن حكومة كفاءات، فهل اليوم نحن متوجهين إلى فشل جديد داخل الجهاز التنفيذي بعدما وصف النموذج السياسي بأنه فشل في تسيير المرحلة السابقة، وهذا بشهادة حتى نائب الوزير الأول الحالي رمطان العمامرة؟ أسئلة كثيرة مشاهدين الأكارم تطرح بعد أول خرجة للوزير الأول. هل بدتت المخاوف؟ هل زادت المخاوف؟ هل زادت الغموض؟ ماذا يمكن أن نصف وأن نعنون لهذه الندوة الصحفية الأولى للوزير الأول؟ كلها مشاهدين الأكارم أسئلة سنسعى للوقوف عندها بتحليل والنقاش رفقة ضيفي الأستاذ أنس جمعة الكاتب الصحفي. أنس، أهلا وسهلا بك. مرحبا. شكرا جزيلا. تابعت مثل ما تابع مختلف صحفيين الجزائري اليوم ندوة صحفية، دائما يقولون بأن أول ظهور مهم جدا، اليوم أول ظهور للوزير الأول نور الدين بدوي، كيف تقيم هذا الظهور؟ نعم، أنا سؤال اللي يتبادر إلى ذهني، لماذا قاموا بعقد هذه الندوة الصحفية؟ هذا هو السؤال، يعني ما فهمتش وعلاش داروا ندوة صحفية 24 ساعة بعد استلام المهام. أنت لما تعمل ندوة صحفية كي تجيب على الأسئلة، كي تقدم برنامج، كي تطمئن رأي العام، كي تروج لهذه القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، والتي يعني تلقى رفض، يعني صراحة رفض كبير عند الحراك الشعبي على الأقل، يعني ما نعرفه عن الحراك الشعبي أنه يرفض هذه القرارات. فأنت الآن جاي في مهمة للإقناع، وهذه مهمة صعبة، فأنت يجب أن تكون مستعد حتى تجيب على الأقل على أسئلة الصحفيين كانوا تايهين. يعني هو يسأل سؤال، وسي بدوي مع الاحترام للأشخاص يعني، لكن سي بدوي يمد أجوبة خارج الموضوع، يعني هذا لا يليق بالجزائر كدولة، دولة مؤسسات، لا يليق بالشعب الجزائري، لا يليق بالإعلام الجزائري. يعني المشهد كان مشهدا بائسا للأسف، يعني لم نكن نريد هذه الصورة يعني للسلطة الجزائرية، هذا التردد، هذا الخوف، هذا الارتباك، هذه المراوغات، يعني كأنه كنا مع يعني في مقابلة كرة القدم، يعني غير مراوغات، ولا يوجد أي يعني جواب واضح وصريح. طيب أنس، هل تعتقد بأنها كانت مراوغات أم أن الوزير الأول جاء اليوم بدون أن يمتلك معلومات؟ هل يمكن أن نعتبر بأن بدوي هو كذلك تحت الضغط في هذا المنصب؟ نعم، أنا فهمت أن بدوي لا يملك يعني ورقة مفتوحة، أو لا يملك صلاحيات لاتخاذ قرارات جريئة، أنا هذا اللي فهمته، أنه بدوي كان مازال مكبل، مازالوا في جزائر قبل 22 فبراير، ما دخلش في الجزائر الجديدة. الآن احنا في جزائر جديدة، لما انت تشوف القضاة تاع مجلس قضاء الجزائر يعني كلهم يتظاهروا، تشوفوا القضاة في كل ولايات، المحامين، الأساتذة، الصحفيين، الشعب، رجال الأعمال، يعني احنا الآن في جزائر جديدة، لكن واضح أن سي بدوي مازالوا في الجزائر تاع قبل 22 فبراير. الرسالة لم تصل أنس؟ نقدر نقول أن الرسالة ما زال وصلتش للسلطة؟ ما أعرف إذا عنده، أنا في الأصل كنت ضد، أنا قلتها يعني القرارات التي يعني الخطأ القاتل في القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة هي تعيين بدوي، يعني هذا كان يعني كان رسالة أن الثقة غير موجودة بين هذه القرارات وبين الحراك الشعبي. يعني الخطأ الأول كان في التعيين بدوي، لا يمكن له أن يواجه هذا الاستحقاق الكبير الذي تعيشه الأمة الجزائرية، يعني مع الاحترام لبدوي، يعني لا يمكن هذا الاستحقاق تاع الأمة اللي تواجهه الأمة الجزائرية يواجهه شخصية يعني سياسية من طراز الرفيع اللي تقدر تمد أجوبة على الأسئلة المصيرية للشعب الجزائري.
نقدر نعطيك اسماء يعني. ممكن انا كنت نشوف هذه الازمه ممكن لو كان حمروش يقدر يمد اجوبه ويمد يطمئن الشعب ويقدر يمد كاين اسماء يعني. هذه المرحله تقدر تواجه هذه المرحله اسماء تاريخيه اللي عندها ثقه في النفس وعندها ثقه في يعني عندها رؤيه سياسيه عندها تصور للوضع في الجزائر. يعني هذا ما نحتاجه اليوم، لا نحتاج الى شخصيه تقنيه يعني مع الاحترام. طيب هل تعتبر انس هل تعتبر يعني انها اخطاء الظهور الاول ربما سيتدارك بدوي ام هذا هو التحصيل الحاصل؟ غير ممكن. انا نشوف باللي يعني اليوم كان هو في واد والصحفيين والشعب في واد اخر. انا بالمناسبه نحيي الصحافة الجزائرية اليوم عبرت عن نفسها وطرحت الأسئلة التي كان يجب أن تطرح. طيب معناه حراك 22 فبراير حرر الجميع، حرر حتى الصحفيين. نعم. شفنا اليوم جرأة كبيرة في طرح الأسئلة. نعم. كانت جرأة وكانت أسئلة يعني في الصميم، ونحيينا الصحفيين لأنه مسؤولين ما اعتادوش على هذا السقف المرتفع يعني من الأسئلة. نعم. أنس هو ممكن هذا من عامل المفاجأة، وكان ينتظر أسئلة تعقب بكري تعقب. نعم. 22. الآن الجزائر تغيرت والشعب ناض والشعب يعني فطن والشعب يتحرك. لا يمكن أن تجيب على هذا الحراك الكبير، على هذا الحيوية الكبيرة، على هذا الزخم الكبير بأسئلة تقنية أو بالتهرب، أو أنك تحاول تستغبي الناس أنه إحنا نطرح سؤال قال ما نسمعش سؤال. طرح السؤال مثلا على قضية الإشهار أمس، طرح السؤال بأن الحكومة اليوم ولا حتى رئيس الجمهورية يتعهد بإصلاحات وب تأسيس جمهورية ثانية، عشية هذه التعهدات قطع الإشهار عن وسائل إعلامية، لم يجب بدوي وقال بعد الندوة وستكون قوة اقتراح أنت إذا ما قدرتش تحل مشكل أو ظلم تعرضت له قناة، احنا هذه قناة البلاد أو القناة الأخرى اللي تعرضت قناة البلاد وقناة الشروق. نعم. هذه قنوات وطنية عندها سنوات وهي تعمل في الجزائر وتحب الجزائر وكلها أنتم كلكم يعني اليوم هنا صحفيين أبناء الجزائر ويمشوا في الشارع مع الجزائريين. يعني هذه القنوات حريصة. ممكن نرتكب أخطاء، ممكن نرتكب تجاوزات، ممكن نغلط، كل إنسان كله يغلط، لكن هذه القنوات قنوات جزائرية 100% وحريصة على الوحدة الوطنية، حريصة على الجزائر، حريصة على الشعب الجزائري، حريصة على الأمن، حريصة على الاستقرار. يعني هذه القنوات أنت لما تضيق عليها وتغلق عليها لمجرد أنها نقلت ما يقوله الشارع، هذه القنوات موجودة مع الشعب الجزائري. ما افتعلتش، ما جبناش تصريحات من واد آخر ولا من كوكب آخر. خرجوا ملايين جزائريين، كان يجب على هذه القنوات أن ترافق هذا الحراك، وهو ما قمنا به، ما قامت به البلاد وقنوات أخرى، واكبت الحراك. لم نصعد ولم يعني نغطي الشمس بالغربة، لأنه لو ما تغطيهاش البلاد راح تغطيها كل القنوات العالمية، وهذا خطر. وهذا البلاد هي هنا موجودة وعندها أجندة جزائرية وطنية، ما عندها أجندة لا أمريكية لا قطرية لا سعودية لا فرنسية، عندها أجندة أي وسط الشعب الجزائري. السلطة ما زالت بالذهنيات يعني القديمة، ما زالت بالممارسات القديمة. أنت لما تخنق البلاد وتخنق الشروق وتخنق هذا الإعلام الجزائري لي أو يواجه بالدم وتزيد من الرقابة الذاتية لمختلف الوسائل. نعم. لا الناس تريد خاف والتلفزيون ما يقدرش يتكلم. فهنا وش تفتح المجال؟ تفتح المجال للشباب الجزائري أنه يتبع الإعلام الأجنبي. الإعلام الأجنبي له أجندة، حبينا ولا كرهنا، كل إعلام أجنبي عنده مصلح أجندة. أنا نحكي كثير في الإعلام الأجنبي ومرات إن يعني هو يحاول يوجهك ويحاول، لكن إحنا ما نمشيش، لكن هو يحاول أنه لأنه عنده أجندة ويحب كذا ويحب كذا. الإعلام الجزائري أجندته جزائرية لأنه إحنا وسط الشعب وعايشين مع الشعب. ولما أنت السلطة تحب تحرق هذه القنوات مع الشعب فهي تدفع بشكل أو بآخر الجزائريين إلى الإعلام الأجنبي، وهذا خطر على الوحدة الوطنية. هذا اللي وقع في سوريا واللي وقع في ليبيا واللي وقع في الدول الأخرى، أنهم غلقوا. إحنا نتمنى طبعا، وأنا هذا نشوف باللي الجزائر لن تقع في أي سيناريو من سيناريوهات الدم. الجيش الجزائري، الشرطة الجزائرية، الدرك الجزائري، الشعب الجزائري، الإعلام الجزائري، كنا متوحدين أنه هذه الأزمة
تحل بين الجزائريين. طيب المسألة تعتقد بأن هنالك تناقض بين الخطاب وبين الممارسات لما نشوفوا رسالة ترشح عبد العزيز بوتفليقة ولا حتى بعد الرسالة الأخيرة باللي خلاص فهمناكم ورايحين من أجل التغيير وكذا وكذا، لكن الممارسات ما زالت نفسها، الأجوبة ما زالت نفسها، ما كانش تناقض؟ نعم فيه تناقض وفيه علامة استفهام كبيرة. يعني أنت جاي بمشروع وجاي بخارطة الطريق وتقدم يعني وزير يعني تقني اللي ما يقدرش يواجه هذه الأسئلة الكبيرة اللي وجهتها له الصحافة الجزائرية، للأسف ما كانت عنده ممكن حتى شجاعة أنه يجاوب بأسئلة واضحة. يعني أنت الآن الجزائر تعيش أيام تاريخية وتعيش أيام مصيرية، نحتاج إلى يعني إنسان اللي يجاوب، يعني مش يتهرب. علاش أنت قمت بندوة صحفية حتى وليت تراوغ؟ وأنا شفت يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني ولات مسخرة، يعني كل التعليقات تقول يعني هل تستغبوننا، هل تظنوننا أغبياء إلى هذه الدرجة أنه الصحافة تسأل وأنت تقول يعني تحكي بعموميات وميكانيزمات وكلمات يعني لا معنى لها، لا تفيد أي شيء. يعني طيب توجه المروج الآن أنس أنه نحن بصدد تشكيل حكومة التكنوقراط بعدما فشلت الحكومة الماضية كانت بقيادة أمين عام للأراندي، حكومة سياسية العمامرة في حد ذاته قال باللي فشلنا في المرحلة المقبلة، معناه اليوم لا النموذج السياسي ناجح ولا النموذج التقني ناجح؟ هذه فشلة من بدايتها، يعني اليوم كانت واضح أنه فشلة. يعني أنت أولا هذه ماش حكومة تكنوقراط، يعني أنت العمامرة أو بدوي، إحنا لما نقول حكومة تكنوقراط أو حكومة حيادية هي تكون من شخصيات لم تكن في الحكم في الفترة، مش إعادة الإسكالة. بدوي كان وزير داخلية، العمامرة كان وزير خارجية، يعني كانوا في مناصب سياسية من الطراز الأول. يعني لما نقول حكومة التكنوقراط ممكن مدير ممكن إطارات في الدولة الجزائرية لم يدخلوا يعني في الحلبة أو في الجدل السياسي، لكن الشيء اللي شاهدناه مع بدوي ومع العمامرة أنه أولا دخلوا في المجال السياسي وحاولوا أنه يقدموا نفسهم في حكومة وحدة وطنية أو حكومة التكنوقراط، وهذا صعب كثير. أنا قلت أنه الوضع الذي تعيشه الجزائر نحتاج إلى شخصية توافقية، مش شخصية اللي كانت في هذا دليل على حالة ارتباك اليوم. نعم يدل هذا على حالة ارتباك. طيب شفنا اليوم كذلك ربما من المتابعين حسينا عدم تناغم بين الوزير الأول وبين نائب الوزير الأول، الصحفيين ما عرفوش لمن يوجهوا الأسئلة ومن يجيب. أسئلة كانت توجه لبدوي، بدوي يقول العمامرة أنت تجيب مثلا في قضية حل البرلمان، ماناش فاهمين ماذا يحدث. هو شوف، هو ما حدث يعني في الجزائر في الآونة الأخيرة مفاجأة، ولم يترك الفرصة للسلطة حتى ترتب أوضاعها. فالآن كثير من الأمور تجري بسرعة وبشكل اعتباطي وارتجالي، هذا يدفعهم إلى هذه الأخطاء اللي رانا نشوفه فيها. طيب هذا الخرج اليوم كيف ستنعكس على الحراك أمس؟ أنا أعتقد يفترض بأن بدوي اليوم جاء من أجل تطمين المواطنين، لأنه التقى بالرئيس باش نطمنوا المواطنين باش نقدموا أجوبة. هو قدم خدمة للحراك لم يقدمها له أقوى معارض. اليوم الخرجة تاع بدوي كانت يعني خدمة لهذا الحراك وهذا الزخم، أنه ما يحدث في الجزائر يعني خطأ ويجب أن يتغير، كانت خدمة لم يقدمها أي معارض، لأنه أثبت أنه النموذج هذا اللي راكم تقدموه لنا نموذج ما يمشيش، نموذج خاطئ، نموذج لا يعبر عن الجزائريين. الجزائريين اليوم خلاص انتهى عهد التزوير وعهد الكذب وعهد المراوغات وعهد، خلاص الوقت هذا انتهى. الجزائريين اليوم يحبوا الصراحة. طيب تدخل لي انت تقول لي هذا الحكومة بدأت فاشلة أنس، معناها مضطرين اليوم نزيدوا نديروا تعديل آخر على مستوى رأس الحكومة؟ أنا نشوف أنه مش قضية الحكومة، أنا نشوف أنه ما وقع يعني في القرارات الأخيرة للرئيس بوتفليقة ما مشاش، يعني كله ما مشاش للحكومة. لابد من تغيير آخر؟ لا لابد من عرض آخر. العرض اللي قدمه الرئيس بوتفليقة في الجزائريين، يعني هذا أنا نحب دائما نحكي كمراقب، نحبش ندخل يعني عندي مواقفي كذا، ممكن نحبش ندخل كثير في مواقفي، لكن العرض اللي قدمه الرئيس بوتفليقة للجزائريين أصلا كان يعني الحراك أقل شيء غير مقبول،
واليوم يعني بخرجة بدوي يعني نشوف باللي هذاك العرض اليوم لفظ انفاسه. طيب هذه الندوة التي يروج لها أنس. ما تمشيش ماهيش حل الآن؟ لا أنا نشوف ما تمشيش لأنه لا الأخضر الإبراهيمي لديه شرعية شعبية أو لديه رجل توافقي أو رجل يحظى بمصداقية. لأن أنت إذا ندوة إذا أنت باش تحكي مع نفسك دير ندوة ولا حكومة باش السلطة تحكي مع نفسها بسيطة هذيك دير 100 ندوة. لكن إحنا ونجيب غول ونجيب الأنبياء ونجيب ونجيب وكما مولفين المربط الفارس أنه ندير ندوة مع الناس اللي في الشارع ومع المعارضة. هذا هو مربط الفارس وندير حكومة مع الناس اللي في الشارع ومع المعارضة مش ندير الحكومة النفسي. إلا ندير الحكومة النفسي ما كان يخلي ويحيى أحسن قال لي يبقى ويحيى وخلاص. إحنا المربط الفارس أنه تكون شخصية توافقية قال مثلا في الحكومة تكون شخصية توافقية في الندوة تكون شخصية توافقية. لهذا القرارات اللي خرجت وأنا دائما نقولها القرارات اللي خرجت كان يجب أن تخرج بعد حوار وطني لا تخرج لا تخرج وحدك ذاتية تخرج بعد حوار وطني بمشاركة وجوه الحراك ليس يعني ممثل الحراك هذا عنده ضمير وعنده روح يعرف الحراك يعرف الشيء صحيح والشيء الغلط. مثلا العصيان المدني الحراك كان عارف باللي شيء يعني ما يمشيش ففي نهار فشلوا رغم انه في الصبيحه الجزائر كلها تغلقت لكن لما الحراك يعني تفطن لهذا الفخ في المساء الجزائر كلها تفتحت بدون قائد وبدون قياده في الحراك. طيب سؤال اخر انس حتى اترك لك الفرصه للذهاب. لما نقيم لما نتكلم عن هذا عن تقييمك للوزير الاول الجديد هل هو غير مقتنع بالحلول التي قدمت له من طرف السلطة ممكن. أم هذا أقصى ما يمتلكه هو وزير تقني لا يمكن أن يسير مرحلة مثل هذه؟ نعم هو لا يعني ممكن مش حكيت في اثنين صحاح يعني لا هو مقتنع بهذا المسار. أنا تبعت مرة كتبت على فيسبوك قلت لو يجيبوا أفلاطون ما يقدرش يبرر ما تقوم به السلطة اليوم يعني اليوم بدوي جبناه تحت الضغط ما يقدرش يقدم هو حتى تبرر لازم قلت لك لازم يكون كاين توافق وطني يكون كاين حوار وطني يكون كاين القرارات بإشراك الجميع بإشراك السلطة. أنا ضد إقصاء السلطة بإشراك السلطة والمعارضة والحراك يكون حوار وطني يكون اتفاق وطني بعدها تقدر تمشي للشعب وتقنعه. لكن انت وحدك درت كلش وحدك وتجي للشعب تقول له هاو العرض ما تمشيش. شكرا جزيلا أنس جمعة الكاتب الصحفي كنت معي في هذه الفترة من الحدث. مشاهدينا الأكارم فاصل قصير ثم نعود إليكم من أجل مواصلة جوانب وزوايا أخرى من أول خرجة إعلامية صارت توصف بالفاشلة والتي ربما قد تخدم الحراك الشعبي ويكون لها أثر عكسي. فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا الأكارم. نبدا بقصتو يا نهاري مولينو في داري قهوة وعليها الكلام غير ريحتها يا سلام. أهلا بكم مجددا مشاهدين الأكارم مواصلون معكم في هذه التغطية لتحليل أول ظهور للوزير الأول نور الدين بدوي. هذا الظهور الذي أثار الكثير من الجدل بداية ويعتقد بأنه كذلك سيسيل الكثير من الحبر بما أن اليوم كانت هنالك أسئلة عديدة للصحفيين وكان هنالك جواب واحد من طرف الوزير الأول تركيزه على مصطلحين أو جملتين أساسيتين في كل إجاباته قوة اقتراح الشباب سيكون قوة اقتراح الشباب سيكون قوة اقتراح الإعلام سيكون قوة اقتراح وتكرير مصطلح ميكانيزمات. فهل نحن مقبلون كذلك على فشل النموذج التكنوقراطي النموذج التقني في تسيير شؤون الحكومة والشأن العام للبلاد بعدما شهدت السلطة على نفسها بأن النموذج السياسي في المرحلة الأخيرة كان هو الآخر فاشلا في تسيير الشأن العام. مشاهدينا الأكارم سنواصل تحليل هذا الظهور الذي وصف بالباهت للوزير الأول. فلماذا هل لا تمتلك اليوم السلطة
المعلومات لتمتلك القدرة على صناعة القرار، أم أن هذا أقصى ما يمكن أن يقدمه رجل تكنوقراطي على رأس الحكومة؟ يلتحق بي الآن مباشرة مشاهدينا الأكارم عبر الهاتف الأستاذ حسام الدين حمادي الناشط السياسي. حسام الدين، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، خير لك والمشاهدين. شكرا أستاذ حسام. تابعت الندوة الصحفية للوزير الأول، أول ظهور مهم ومهم جدا، هل هذه أو هذا الوجه الذي ظهر عليه وزير الداخلية الوزير الأول اليوم هو ضغط الظهور الأول، أم هكذا ستسير الحكومة إن استمرت وإن كتب لها عمر في مرحلة مقبلة واسعة؟ أولا يعني خلينا نكون واقعيين. الحكومة التي عينت كحكومة، انت راك تقول تكنوقراط، ولكن تكنوقراط الأصل أنه يعني مش الحكومة، هذا رأس الحكومة فقط، باقي الحكومة لازال لم تظهر بعد. جيد، هي حكومة تكنوقراط الأصل فيها أنها تكون من الكفاءات الوطنية ومن يعني الأسماء البارزة في مجالاتها التقنية التخصصية العلمية. الذي رأيناه، نحن لم نرى حكومة تكنوقراط، رأينا رئيسا للحكومة يعني مرتبك، ما عندوش جدول أعمال، ما عندوش يعني برنامج باش يطرحه للأمة. شفنا الارتباك والتخبط الظاهر والجلي اللي كان بينه وبين نائب تاعه. هذه كذلك لازم نعودوا نناقشوها من حيث الدستور. يعني نحن في دستورنا ما عندناش منصب نائب لوزير الأول، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن رمطان العمامرة هو الدستور لا يحدد هذه المناصب. نعم، هذه تبقى خاضعة للنظام السياسي للبلد، تبقى خاضعة للنظام السياسي للبلد. ولكن لماذا في هذا الوقت بالذات ينشأ أو يعين نائب لوزير الأول؟ هذا الوزير الأول اللي بان بأنه نقطة مهمة هذه أستاذ حسام الدين، ألا تعتقد بأن السلطة كانت تتوقع بأن الأحداث قد تتجاوز نور الدين بدوي، وبالتالي عينت له شخص آخر حتى يكون سندا له، ربما يمتلك معلومات أكثر على الأقل على الصعيد الدولي؟ ربما السلطة كانت متخوفة، كانت تتوقع بأن بدوي قد لا يمكنه تسير هذا الوضع. أنه حكومة بعد هذا الحراك الشعبي العارم اللي شفناه على 48 ولاية، وهذا الوعي اللي أبهرنا به العالم والناس كلها والصحف العالمية للمتابعين تشيد بفيلمية الحراك، هل هذا الحراك يجازى بوضع أسماء يعني كما قال واحد الشاب من الشباب يعني في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني نحي بيون حط بيون ونحي شخص بدل شخص، يعني هذا التبادل كأننا وضعنا الوطن رقعة شطرنج ونبدله في الأحراق في 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 أحجار هذا الرقعة؟ هذا لا يصح، وهذا قفز على الحراك. الحكومة هذه ولدت سقطا، ولدت ميتة، لا برنامج لها ولن يعترف بها الشعب أصلا، لأن الشعب عنده إشكاله واضح، هو زفاف وذهاب المجموعة أو الذين اختطفوا مؤسسة الرئاسة. هؤلاء الذين يتكلمون باسم الرئاسة بالوكالة، هؤلاء هم الذين يعينون، ونحن نطلب أو الشعب الجزائري وعموم الشباب في الميادين والشوارع والساحات. طيب أستاذ حسام الدين، هل تعتقد أنه كان الأجدر أن يتم تغيير كل الوجوه التي كانت في المشهد، بما أن السلطة قلت شهدت على نفسها بأن المرحلة السابقة قال العمامرة لم نستمع جيدا إلى الشباب، ودائما كانت الأحزاب السياسية تقول فعلا قصرنا وكذا وكذا، هل الأجدر أن ترحل كل هذه الأسماء التي شاركت في تسيير البلد في هذه المرحلة، أم من الإبراهيمي قال ما كانش شيء اسمه تغيير جذري، لابد أن نبقي على بعض الأجزاء من السلطة أو من النظام مع إضافة بعض الأجزاء الأخرى أو بعض الأقطاب الأخرى التي يمكنها أن تشكل حكومة فعلا تجسد طموح الشباب اليوم والشعب اليوم في الحراك الشعبي؟ يا سيد أرم، الشعب اليوم فقد الثقة في من يحكمون مؤسسة الرئاسة بالوكالة.
الشعب اليوم أصبح لا يثق في هذه الوجوه. يمكن البتة أن من كان جزءا من المشكل أن يكون جزءا من الحل، هذا أمر بديهي معروف في أبجديات السياسة، ألف باء السياسة. من أزم الوضع لا يمكن أن يكون جزءا من الحل، هذا من باب. من باب آخر لما يقول السيد إبراهيمي أنه ما كاش تغيير جذري، نعم حتى الشباب في الميادين ما نادوش بالتغيير الجذري، ولكن نادوا بشيء ما هو أنه من كان له ضلوع في الفساد وتأزيم الوضع من هذا النظام عليه أن يرحل، عليه. ما الناس ما نادتش بالمحاسبة، الناس ما نادتش بشيء آخر، خلونا نعيشه، خلونا نبنيه. أنا شخصيا كنت في وسط الشارع في كل المسيرات السابقة، وكان الشعب ينادي، الشعب يريد بناء النظام، الشعب الآن يريد أن يصحح المسار. تغيير الجذري وش يقصد به تغيير الجذري؟ هذه مصطلحات فضفاضة. تغيير الجذري يعني أن نسقط نظامنا، لسنا مجانين كي نسقط على رؤوسنا نظام بلدنا، ولكن في نفس الوقت لا يمكن للوجوه التي عفنت الوضع أن تبقى، يبد طيب. أن ترحل هذا الظهور الأول. أستاذ حسام الدين، هل تعتقد بأن فقط الوزير الأول اليوم كان فاقدا للمعلومة، كان فاقدا للرد، أم أن السلطة كاملة اليوم فاقدة للمعلومة وفاقدة للتصور من أجل اتخاذ قرارات في هذه المرحلة بالذات؟ السلطة الآن ليست فاقدة للمعلومة، ولكنها تريد أن تقفز على الحراك. القفز على الحراك بماذا؟ بأنه يدخلنا في التفاصيل، يعني العموم الشعب الآن يدخل في التفاصيل وتقرأ وتسمع على قوائم للتمثيل وقوائم مضادة، ومن هو رئيس الحكومة الحقيقي، هل عمامرة أو بدوي، من الندوة فيما يخص الندوة الوطنية، من سيشارك فيها، ما هي مدتها، ما هي المواضيع المطروحة فيها، هل نذهب إلى تعديل شامل للدستور أو تعديل جزئي أو لا نعدل الدستور بتاتا. هذه التفاصيل في حقيقتها هي قفز على الحراك من الذين يسيرون مؤسسة الرئاسة بالوكالة. الآن نحن ننادي العقلاء في هذه السلطة بأن ينزلوا إلى مطالب الشعب وأن يستمعوا إليها ولا يقفزوا على الحراك، وكما ما يروحوش أطرافر لمير. يعني نهار تحط روحك مواجهة الحائط ماذا تنتظر؟ هل ارتكبت السلطة خطأ آخر بتعيين بدوي رئيسا للحكومة وزيرا أولا؟ نعم لم أستمع. نعم قلت هل ارتكبت السلطة خطأ آخر بتعيينها لنور الدين بدوي وزيرا أولا؟ نعم، هو السلطة الآن وقعت في خطأ، هو أن الشارع أصلا الآن لن يثق في من كان سببا في المشكل كما أسلفت الذكر. يعني بدوي هذا ألم يكن في الحكومة السابقة؟ رمضان العمامرة ألم يكن في الحكومة السابقة؟ يعني هل هذا استغباء؟ هل هذا ضحك على الذقون؟ هل هذا استغباء للشعب وضحك عليه ومحاولة للالتفاف على هذه الجماهير التي تريد أن تبني وطنها؟ هذه الجماهير ما راهيش مخربة، هذه الجماهير تريد أن تقفز أو تريد أن تسير في أستاذ حسام الدين. أستاذ حسام الدين، هل زادت هذه الخرجة للوزير الأول نور الدين بدوي، هل زادت من مخاوف الشارع؟ هنالك من يقول بأن الأثر سيكون عكسي، بالتالي السلطة كانت تنتظر من أن تهدئ من غضب الشارع، من أن تمتص غضب الشارع، إلا أن حسب كلامك، حسب رصد لأهم آراء المحللين، اليوم المخاوف ربما زادت وقد يكبر الحراك بعد هذه التصريحات. مع أي طرح أنت؟ أنا مع الطرح الذي هو شائع في عموم الشارع الجزائري وفي وسائل التواصل الاجتماعي. الناس الآن أو عموم الشعب الآن بكل طبقاته، بشبابه، بمثقفيه، بشيوخه، برجاله ونسائه، الكل يعتبر أن ما نوت السلطة أن تهدئ به الشعب هو يعتبره استفزازا له، ويعتبره إهانة له ولحراكه العظيم الذي أبهر العالم والذي ذاع صيته في كل المعمورة، إلا آذان هذه السلطة لا تزال صماء لا تسمع لنبض الشارع.
شكرا جزيلا أستاذ حسام الدين على مداخلتك معنا وعلى هذه التحليلات. شكرا لك، كنت معي مباشرة عبر الهاتف. مشاهدينا الأكارم، سيلتحق بنا بعد قليل السيد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات عبر الهاتف مباشرة من أجل مواصلة نقاش أهم التصريحات التي وردت على لسان الوزير الأول نور الدين بدوي، التي وصفت بالغامضة والتي يتوقع البعض بأنها ستزيد من قلق الشارع، قد تمدد السسبانس داخل الشارع. في الوقت الذي كنا ننتظر توضيحات جاءت تصريحات، على حد قول الكثير من المتابعين جاءت تصريحات لتزيد من الغموض. ربما أهم ما ورد في تصريحات نور الدين بدوي اليوم الوزير الأول، قلت مصطلحين اثنين، قوة الحراك والميكانيزمات. يشار لأنه معي مباشرة علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات عبر الهاتف. سيد بن فليس، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا وتحية للمشاهدين والمستمعين والمستمعات. شكرا لك وتحية لك أستاذ علي بن فليس. طيب، تابعت مثل ما تابع الكثير من الجزائريين ومن الإعلاميين والمتابعين تصريحات أول ظهور للوزير الأول نور الدين بدوي، كيف تقيم هذا الظهور أستاذ علي بن فليس؟ يعني تقصد ندوة صحفية على هذه الصفيحة؟ نعم. كسائر الناس تتبعتها عن قرب. ولدي هذا التعليق القصير. نعم. مضمون الندوة الصحفية أصبح غير مهم على الإطلاق بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري، وأزيد يمكن للنظام السياسي أن يقول ما يشاء وأن يقول ما يريد، الشعب لا يستمع ولا يصغي للنظام السياسي، والشعب له مطلب أساسي واحد، لا يريد، الشعب يريد رحيل وذهاب النظام السياسي القائم بأكمله، ويريد كذلك رحيل أساليبه وأيضا رحيل وجوهه وممثليه. نحن نعرف أن في اليومين الأخيرين هذا الإمضاو قام النظام السياسي القائم وعلى رأسه القوى غير الدستورية بإنزال إعلامي كبير، ظن منه أن مشكلة الجزائر في شرح رسالة موجهة منسوبة لرئيس الجمهورية، والحقيقة أن الشعب فهم رسالته فهما كاملا، فهذه السلطة السياسية تريد التمديد من عمرها، والشعب يريد رحيلها نهائيا وزوالها بلا رجعة. هذا تعليقي. أستاذ علي بن فليس، هذه الرسائل وهذه التطمينات التي وردت في آخر رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ألا تعتقد بأنها احتوت جزء من غضب الشارع؟ هنالك ربما من اقتنع بأن الرئيس لن يمضي إلى عهدة خامسة ولن يترشح إلى رئاسية مقبلة، أم تعتقد بأنها ستزيد وسترفع من سقف الطموح لدى الشارع الجزائري وفي الحراك الشعبي؟ بكلمات خفيفة، الإعلان عن الترشح للخامسة أخرج الملايين إلى الشوارع في الجزائر وفي كل المدن، والإعلان عن خامسة مبتورة وانتخابات مسبقة زاد في غضب الشعب وتقوت المسيرات، والإعلان عن التمديد وتأجيل الانتخابات وبقاء الرئيس زاد الطين بلة، والشعب بأكمله يريد التغيير، والشعب بأكمله يريد رحيل الرئيس ورحيل النظام الفاسد ورحيل القوى الغير دستورية، وإن تم هذا الرحيل سيرجع الهدوء وسيفتح الملف كيف الجزائر تواصل مسيرتها. طيب سيد علي بن فليس، هذه الشعارات التي يرفعها اليوم الشباب الجزائري والشعب الجزائري المطالبة بالتغيير، ألا يمكن كذلك أن تنعكس داخل أحزاب المعارضة التي يقال بأن لديها قيادات كلاسيكية منذ سنوات ماضية منذ سنوات طويلة، وبالتالي مثلما وجب على السلطة أن تتغير وجب كذلك ربما على أحزاب المعارضة أن تسلم المشعل لقيادات شابة، بما أن اليوم المطلب عند الشعب الجزائري هو تشبيب كل قيادات البلد؟ كل بلد ديمقراطي
توفير الشروط لانتخابات حقيقية ونظيفة. المقياس والميزان للقوي والضعيف والحاضر والغائب والقادر والغير القادر هو مقياس تاع الشعب. أنا رئيس حزب منذ 2015 فقط، وهذا الحزب أنشأته مع رفاقي ورفيقاتي بسبب وجود هذه الأزمة. أنا لا أتكلم عنك شخصية أستاذ علي بن فليس، أنا نعم. قلت أي قيادات أخرى. أنت تسألني، أنا أهتم ببيتي السياسي نعم، ولا يحق لي تقدير واحترام للجميع لكل الأحزاب. لا أسمح لنفسي أن أتدخل في الشأن الداخلي للأحزاب الأخرى. طيب أستاذ علي بن فليس، سمعنا كذلك أن وشاهدنا أن جزء من الشباب في الحراك الشعبي طرد، وكان غالبا من بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة وليست كلها، بدليل أن شاهدنا الكثير من قيادات أحزاب المعارضة تمشي داخل صفوف المحتجين، لكن هنالك بعض قيادات الأحزاب طردوا من الشارع. لماذا اليوم غابت الثقة بين المعارضة والشعب، بين السلطة والشعب؟ وهنالك من يقول كذلك بأن الذي تسبب في رفض الشعب للمعارضة هي الخلافات دائما التي تحدث داخل أحزاب المعارضة، مثل ما حدث في مظافران واحد، في مظافران اثنين. هنالك من يقول بأن هنالك عقدة الزعامات هي التي أثرت على صورة المعارضة عند الشعب. إلى أي طرح تميل السيد علي؟ أول من شيطن المعارضة هو النظام السياسي القائم، هو أغلق الإعلام العمومي على المعارضة، وهو السبب في الحرقة، وهو السبب في طبع النقود بلا بدون مقابل، وهو السبب في صرف 1200 مليار دولار ولم يحقق شيء في الجزائر. ها هي التهمة، القوى الغير دستورية هي التي تسببت في المخاطر للجزائر. المعارضة قيموها كما تريدون، صالحة غير صالحة، قادرة غير قادرة، للشعب الحق أن يقول ما يشاء، لكن لا تخطئوا الهدف. الهدف هو من أفسد الجزائر؟ المعارضة ليست في الحكم. من أفسد؟ من زور الانتخابات؟ هي المعارضة. من زور المحاضر؟ هي المعارضة. هذا وزير أول هذا وزير أول هو الذي سن ثلاث قوانين جائرة ضد الشعب الجزائري. أولا قانون الانتخابات جائر، ثانيا القانون المنظم للهيئة المستقلة هو الذي هو مهندسه قانون جائر، ثالثا قانون الانتخابات جائر هو الذي أتى به، والآن يأتي ليأتي بالجديد. يا لها من مهازل، يا لها من خرافات. ارحلوا واتركوا الشعب يقرروا مصيره، هذه كلمتي. طيب أستاذ علي بن فليس، كذلك هنالك آراء عند الشارع الجزائري وسط الحراك الشعبي تقول بأن المرحلة المقبلة لابد أن تذهب منها ومن تسير البلد فيها كل الأسماء التي كانت في مناصب عليا في البلد في مراحل سابقة، ما ردك على هذا الطرح؟ شوف المشكلة نتاع الجزائر مش في التعليق على القصير والطويل والنظيف وكذا. القضية الأزمة نتاع الجزائرية هي أزمة نتاع شرعية. كي يكون الصندوق نظيف الشعب يخير اللي يبغى، اللي يكون ما يصلحش ويكون مثلا مختلس كما هذا المافيا هذه اللي دات صور الجزائر. شكرا. هاي الشعب وحده يعرف الناس. يجب تطرح المشاكل بالمسائل الموضوعية والحقيقية. مشكل الجزائر. شكرا. مشكل زيد ولا فيها مشكل الجزائر، مشكلة انت انتخابات. شكرا جزيلا سيد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا على مشاركتك معنا وعلى هذه التوضيحات. مشاهدينا الأكارم، سنتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش بآراء أخرى ومن زوايا أخرى حول هذه الخرجة الإعلامية الأولى للوزير الأول نور الدين بدوي وزير الداخلية سابقا، وما تضمنته من تعهدات ومن خطابات وصفت بأنها كانت غامضة وغير مفهومة إلى حد الآن. سنحاول فك شفرتها مع محللين أكاديميين وكذلك سياسيين بعد هذا الفاصل، تكرموا بالبقاء معنا.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأكارم في هذا الجزء من الحدث لمواصلة الحديث وتحليل الرسائل، إن كانت هنالك رسائل قد وردت في خطاب الوزير الأول نور الدين بدوي في أول ظهور له صباح اليوم. يلتحق بي الآن مباشرة عبر الهاتف السيد فؤاد تفكيرت، منتخب عن الأفلان بولاية وهران. أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد. اهلا وسهلا بك الاخ الكريم. شكرا جزيلا. بما انك احد اعضاء هذه المجالس المنتخبه، كنتم دائما ربما في لقاءات او في تنسيق مع وزير الداخليه سابقا والوزير الاول حاليا نور الدين بدوي، اليوم في اول خرجه يقول البعض بان الوزير الاول خيب الامال وزاد من المخاوف، ما هو رايك؟ والله يا اخ الكريم، انا اشوف باللي سيد الوزير الأول بصفته كوزير أول كان وزير داخلية سابقا، نشوف بلي نوعا ما هناك نوع من التحامل على سيد وزير الأول، بما أن سيد وزير الأول أعطى خارطة الطريق التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية التي يريد الخير لهذه البلاد، ويريد أن تكون انتقال السلطة انتقال سلس. هذا شيء لي يفرح ونشوفه باللي هناك نية حسنة، هناك تحامل أيضا عن الشيء اللي يقوم به السيد الوزير الأول، لأنه لا يمكننا أن نحكم على شخص دون أن نرى ما 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 أنجزه أو ما قام به حتى نحاسبه. نعم، التقييم اليوم كان بناء على أجوبة. كان البعض اليوم شبه هذه الردود بردود المدرب الوطني لكرة القدم سابقا سيرابح سعدان، بتاع فيها خير إن شاء الله. الأسئلة التي طرحت على وزير الداخلية اليوم كان دائما يقول سنرى بعد الندوة، سنرى ونكون قوة اقتراح، سنشاهد ونبحث الميكانيزمات. لكن اليوم عندك شارع يقول لك أنا لا أريد الندوة، أنا لا أريد الميكانيزمات، أنا أريد تغيير ولا أريد التمديد. بماذا نفسر هذا الغموض؟ هذا الأخ كريم، هذا قول ومطلق المعارضة التي ليس لديها نية حسنة لكي نحضر للندوة الوطنية التي نخرج بها بقرارات هامة جدا، وهي انتقال السلطة. ومطلبهم إذا كان فيه نية حسنة، احنا نلتمس من كل هذا الشيء أنه تكون فيه نية حسنة، ما يهمنا أنه تكون نية حسنة حتى نجعل من هذه الجزائر في مصاف الدول الكبيرة والعظمى. وكل إصلاحات التي بشرها فخامة رئيس الجمهورية، احنا ما ناش ناكرين الشيء اللي قام به فخامة رئيس الجمهورية، ولكن هناك الكثير مما أصلح ومما ننتظر أن يكون في إطار الإصلاحات التي بشرها فخامة رئيس الجمهورية. أما المطلب أنه يكون ما فيهش ندوة، لازم الجيش يتدخل، لازم هذه كلها أقاويل الناس في المعارضة همهم الوحيد هو ليس الإصلاح، وإنما هناك الكثير من الناس في المعارضة يريدون ركب الموجة الشعب الذي انتفض، ومن حقه في أمور، وأعطى درس للمجتمع الدولي على الأسلوب الحضاري اللي قام به، وين شفنا باللي شبان ونساء ورجال خرجوا إلى الشارع في تظاهر سلمي يعبر أن هناك أسلوب حضاري في الجزائر، وما فيش تضييق الحريات، وفي حرية التعبير، وفي كثير من الأمور حققت. أستاذ فؤاد، ما هي الرسائل المطمئنة التي وجهها ربما نور الدين بدوي حسب حديثك؟ أنت تقول بأن كان هنالك تحامل على الوزير الأول، طيب ما هي الرسائل المطمئنة التي شاهدتها أنت وتعتقد بأنها قد تطمئن الشباب اليوم ومختلف شرائح الشعب الجزائري في الحراك الشعبي؟ أنا نتكلم كشاب جزائري وكشاب في نفس الوقت منتخب، أتيحت لنا الفرصة أننا نكون في مجالس منتخبة، وشي اللي شفته اللي شفناه أن الشباب عبر صفحات التواصل الاجتماعي نشوفوا بلي هناك نية في بعض الناس، نية خير، نية اللي يحوسوا على هذه البلاد باش تكون متقدم إلى الأمام.
انا مش نحكي على مش نحكي الان عن الناس، انا اتكلم عن الوزير الاول. قلت لك اذا شاهدت بعض الرسائل المطمئنة يمكن ان نقف عليها الان، ما هي اهم الرسائل التي وجهها الوزير الاول؟ اهم الرسائل التي وجهها الوزير الاول وهي في اطار الاصلاحات، اننا نشوف لي من ممكن ان تكهنتنا ان تكون فيه حكومه شابه فيها تركيبه من وزراء اللي عندهم الخبره واللي عندهم الكفاءه اللي يخلوا الجزائر تعطي مثال في الاسلوب الحضاري وفي الاسلوب السياسي الراقي. ونقول باللي هناك انفتاح كثير في الامور، على سبيل المثال في انشاء الاحزاب السياسيه هناك اكثر من 100 حزب سياسي في الجزائر. نشوفوا باللي كل رسائل اللي وجهها السيد الوزير الاول هي من الشيء اللي تعهد به فخامه رئيس الجمهوريه، وين قال باللي لا اريد الترشح واريد ان نمضي في طريق الاصلاحات التي بشرناها. طيب استاذ فؤاد، ما محل الحركة الشعبي في كل هذه القرارات؟ السلطة اتخذت قرارات قبل أن تلتقي بممثلي الحركة الشعبي أو قبل أن تنزل إلى الميدان، حتى لا نتكلم عن ممثلي بما أن هذا المصطلح ربما يتوجس منه البعض. السلطة اتخذت القرارات لوحدها، والوزير الأول اليوم يتكلم ويسوق لهذه القرارات التي اتخذت بعيدا عن مشاورات موسعة داخل الحركة الشعبية. ما محل الحركة الشعبية اليوم في تصور السلطة؟ الحركة الشعبية اليوم يمر بظروف اللي يمر بها ظروف أولا الناس اللي كتنادي ضد العهدة الخامسة، كان الرد الإيجابي تاع فخامة الرئيس اللي نشكروه على الشيء اللي قام به، وهذا خلى الأمور تمشي في الطريق الصواب. ولكن الحراك الشعبي هناك تضارب في الرؤى. هناك من كان حلمه الوحيد انه ما تكونش فيه عهده خامسه وخرج والظاهر وعبر عن الراي تاعو، وهناك من يقول باللي انه من الحراك الشعبي اللي والمسيرات اللي راح تنظم في 15 مارس راح تكون ضعف الشيء اللي خرج من قبل، وهذا يخلي بلي الناس ما عندهاش هناك اطراف ما عندهاش نيه حسنه باش تكون انتقال ديمقراطي، انتقال سياسي سلس للسلطه. والشعب هو سيد القرار في هذا الشيء. ولكن احنا من دعاه الخير اننا لازم نمنح الفرص حتى نشوف الفرص الموجودة لإيجاد الحل والحلول اللازمة. سؤال آخر أستاذ فؤاد، التفكير كيف تتوقع أن تكون حجم المسيرات غدا الجمعة؟ أنا والله بما أنني مواطن وشاب من ولاية وهران لكن في هذه الولاية أنا نشوف اللي هناك مطالب كثيرة وعديدة، ولكن لازم نمنح الوقت الكافي لإيجاد هذه الحلول التي تجعل من هذه الانتقال سلس ورؤية واضحة. إذا كان أن نشوف أن الشعب يشوف بلي أن هذه الندوة هي الحل، لازم نروح الندوة بمشاركة الجميع كمعارضة كموالات احزاب السلطة. غدا يتناقص غدا عدد المتظاهرين ام سيزيد؟ انا نشوف باللي ما عنديش يعني ما عنديش معلومات دقيقة في هذا الشأن. في في, في 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 المجلس الولائي لوهران لم تناقشوا هذا الوضع؟ ناقشنا هذا الوضع وتكلمنا، ما جمعتوش معلومات، ما درتوش جس نبض او صبر اراء على الاقل في 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 اجهزتكم وفي ادواتكم حتى تتضح لكم رؤيه هذا الجمعه؟ والله احنا تلاقينا مع الشباب، الناس اللي خرجت الشارع، نزلنا شفنا الناس اللي كانت في الشارع، وكل واحد عنده وجهه النظر تاعو، كل واحد عنده الرؤيه تاعو، كل واحد عنده قناعته علاش خرج للشارع، وتلاقينا معهم تكلمنا معهم في هذا الصدد. وكل واحد يعني كل واحد عنده تعبير خاص، عنده رؤيه خاصه تاعو، عنده نظره الخاص. شكرا
شكرا استاذ فؤاد. تفكير المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية وهران كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام سنستمع إلى آراء محللين آخرين إلى غاية أن يجهز أو تجهز هذه الاتصالات. لبس أن نذكر بأهم ما ورد في تصريحات الوزير الأول نور الدين بدوي في أول خرجة له قابل فيها مختلف وسائل الإعلام. الأسئلة كانت كثيرة والأجوبة وصفت بأنها كانت غامضة. هنالك من يقول بأن الوزير الأول وزير داخلية سابقا نور الدين بدوي لا يمتلك حيز كبير من المعلومات التي تجعله يرد على مختلف أسئلة وتساؤلات وسائل الإعلام. كذلك كان هنالك تقييم أولي بأن الحراك الشعبي قد حرر مختلف الفئات في المجتمع الجزائري ومختلف التركيبات، وهذا بناء على نوعية الأسئلة التي قدمها الصحفيين للوزير الأول. هنالك من قال بأن الحكومة والمسؤولين الجزائريين لم يعهدوا مثل هذا السقف المرتفع من الأسئلة، وهذا ما نسب إلى نتائج الحراك الشعبي. الوزير الأول اليوم أكد على تشكيل حكومة جديدة، حكومة من الشباب من الكفاءات الجزائرية في الأيام القليلة المقبلة، قد تكون بداية الأسبوع المقبل. كذلك أكد بأن الحكومة أو السلطة ماضية في تنظيم الندوة الوطنية الجامعة التي كانت قد نادت بها أحزاب التحالف الرئاسي سابقا أو حزب تاج. اليوم تأكد بأن الندوة ستكون قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهل سنتجه فعلا إلى هذه الندوة؟ وجه كذلك رسالة إلى الشباب الوزير الأول وقال بأننا فعلا نستمع إلى الشباب وأن الحراك الشعبي سيكون له تمثيل في الندوة المقبلة. طيب معنا اتصال هاتفي. طيب أستاذ ناصر الكاتب الإعلامي أهلا وسهلا بك. أهلا بك. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة على هذه المشاركة. أستاذ لمجد ناصر، كيف وجدت تصريحات الوزير الأول اليوم؟ الحق أن تصريحات الوزير الأول كسائر المواطنين كانت دون مستوى، لأنه بكل صراحة أظن بأن بدوي أقحم في شيء لا يمكن أن يمارسه، لأن الأزمة بالدرجة الأولى السياسية تطلب سياسيين محنكين. أما في بدوي كوزير داخلية وكوالي سابق هو إنسان إداري تقني بحث، لا يمكنه إدارة هذه الأزمة الحالية التي تمر بها الجزائر. كان من المفروض لكن أستاذ ناصر، هنالك من يقول بأن وزير الداخلية هو أكثر وزير في الحكومة يمتلك معلومات عن الشارع الجزائري. الوزير الداخلية هو منسق لأكثر من 1540 بلدية، تصله يوميا تقارير عن البلديات، عن المجالس المنتخبة، وهذا ما يؤهله أن يكون ممتلك لأكبر حيز من المعلومات عن البلد، ولكن اليوم حدث غير ذلك. هل تعتقد بأنه ضغط الظهور الأول، ضغط المرحلة هو الذي انعكس على خطاب الوزير الأول، أم هذا ما يمتلكه الوزير الداخلية السابق؟ أنا أعتقد الإنسان يمتلك جميع المعلومات على أكثر من 1500 بلدية، والحراك اللي كان واضح وبادي العيان والمطالب تاعه معروفة عند العام والخاص. إذا كان الوزير وما على باله بهذا الشيء، هذا شيء خطير، لأنه المندوة الصحفية اليوم تؤكد بأنه خارج مجال التغطية وخارج الحراك، لأنه يتكلم بلغة ما قبل 22 فبري. إذا شيء خطير جدا هذا، إذا كان فعلا عنده جميع المعلومات، يا إما معلومات عنده مغلوطة، يا إما أنه عنده عليه ضغوط ومقيد بحدود معينة. وبالتالي مهم أنه ما التدخل تاع اليوم أو الندوة الصحفية التي عقدها كانت لا تستجيب لطموحات الشارع الجزائري. طيب وعلى النقيض من ذلك، الأجوبة حتى ولو أنها لم تكن كثيرة لنائبه رمطال عمامرة، يقال بأنها رمطال عمامرة اليوم تكلم بأريحية أكثر من نور الدين بدوي. لماذا؟ هل لأن رمطال عمامرة يمتلك معلومات أكثر، أم يعود هذا إلى شخصية رمطال عمامرة شخصية نور الدين بدوي؟ ما هو الفارق؟
انا اعتقد بان رمضان العمامره الشخصيه نتاعو والتدرج نتاعو والممارسه المهام التي اوكدت به من قبل كمواجهه خارجيه كوزير خارجيه كمبعوث اممي وغيرها تخليه انه يكون باريحيه ويكون دبلوماسي اكثر. لا بدوي ما مارس دبلوماسيه ومارس سياسه، فرق شخصي، مؤهلات شخصيه وفرديه بين الشخصين، هذا الفرق بينهم لا اكثر ولا اقل. هل يضع هذه المعطيات التي تتكلم عنها تضع السلطه امام حتميه اجراء عمليه جراحيه جديده على الجهاز التنفيذي؟ اعتقد بان الشارع هو الذي يفرض على السلطه ان تجري عمليه جراحيه على الجهاز التنفيذي. الحراك هو الذي يفرضه لانه ما كانش قابليه ضد البدوي كرئيس حكومه لانه فشل وانا متوقعين. اليس من السريع اليس من المبكر ليس وقته الان ان نحكم على فشل الوزير الاول الجديد؟ هو اول ظهور ربما ارتباك الرجل كان معتاد على اسئله كلاسيكيه من طرف الصحفيين، ربما كانت هذه الاسئله حتى بالاتفاق مع خليته الإعلامية، واليوم وجد نفسه أمام سقف مرتفع جدا وأمام تحرر أكثر للصحفيين، وبالتالي تفاجأ بالتدريج سيتأقلم مع هذا الوضع. الآن في اعتقادك أنت لازم يعقب في ستاج أو تربص باش يقدر يستوعب الشارع ويتكلم لغة الشارع ويستجيب متطلبات الشارع؟ سبحان الله، ما لناش في وقتها والوقت ما يسمحلناش، لان الوقت يداهمنا والمطالب تكثر وربما الامور تفلت. هذا شارع مفتوح على جميع الاحتمالات. سؤال اخير استاذ لمجد ناصر، كيف تتوقع ان تنعكس هذه التصريحات او هذا الظهور للوزير الاول على نفسيه الشباب الجزائري والشعب الجزائري ممن يشاركون بانتظام في الحركه الشعبيه وفي هذه المسيرات؟ هو فيه استياء عام في عدم رضا بالتصريحات تاعو، انا نشوفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. الشارع مش متقبل التصريحات تاعو، كله يجزم بانه كان ضعيفا في المدرسه الصحفيه. شكرا لك استاذ لمجد ناصر الكاتب الصحفي على مشاركتك معنا، كنت معي مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا. مشاهدينا الأكارم شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، نلتقي بكم بعد هذه الفواصل لمواصلة الحديث والنقاش عن آخر المستجدات السياسية والوطنية في البلد، شكرا لكم.